الى مات يعني صافي راه انتهى الامر ديالو، اذا علاش ما نعطيوش واحد العضو ديالنا يستافد منه واحد الانسان معذب على الارض، مثلا الكليه او القلب او يعني الجراحه دابا في العالم مشات بعيد في هذا الامر هذا. يعني انا مع يعني التبرع بالاعضاء في حاله يعني في حاله الحياه، يعني كيكونوا بعض الناس يعني محتاجين شي، مثلا عندك جوج كليات وعندك واحد الانسان قريب ليك عزيز هذا، يعني كتبقى هنا كيبقى المساله ديال العطاء ديالك، يعني فين واصل هذا الحد العطاء ديالك. كان بعض الخوف من المجتمع، كان في المجتمع فكرة جديدة تقريبا على المجتمع المغربي ديالنا. هي كاستيون ديال ماشي كاستيون ديال ضد ولا ما، على حسب الحالة اللي شي قد يكون شي واحد محتاج دوك الأعضاء، عشان خصنا نشوفوا العائلة ديال داك السيد اللي ما شفتهاش بغي ولا لا، نشوفوا الديانة. دونك كنلعبوا على بزاف ديال الفاكتور باش ناخذوا ديك لا ديسيسيون. أنا مع التبرع بالأعضاء ولكن بشرط يكون بالإذن ديال الشخص المعني بالأمر. في حالاتي الا كان الانسان حي خصو يكون بالاذن ديالو، الا تبرع بالاذن ديالو، اما الا كان بغير الاذن ديالو محرم شرعا. وبالنسبه للحياه في الممات ديالو الا كان قبل ما يتوفى ياذن لهم، يقول لهم مني غادي نموت انا، حيدوا لي كذا وكذا الى اخره. الاعضاء اللي كتهم الناس الحمد لله المسلمين يعطيها لهم، ولكن بشرط ما يكونش تشويه الخلق ديالو. التبرع بالاعضاء اذا كان بنادم باقي حي تسمح بالاعضاء ديالو يعطيها، الا مات لا يجوز عندي انا بعدا. علاش ماذا؟ وهاد الشيء اللي تنسمع انا في الدين الاسلامي. وانا مع الفكره، ولكن الا احتاج شي واحد من العائله ديالك مثلا الاب ولا الابن ديالك ضروري غادي تبرع ليه بالكلوه، لان الانسان يقدر يعيش بكلوه واحد.